ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. شد حيلك بحياتك، بلغ مروة ولا احنا مستنيها تحت. يا ابني معلش عشان الظرف، سيبها لينا مع اختها حتى. طبعا طبعا مفيش مشكله حاج، تحت امرك. بلغها فتحي ان انا مشيت. بقاء لله يا حاج. شكرا الله سعيد. ورده اختي حبيبتي، كل حاجه عندي. خير؟ خير ان شاء الله. عايزك بقى تجهزي لنا لقمه حلوه كده الليله. مش معنى يعني؟ مجدي صاحبي جاي يتعشى معانا. مين مجدي ده راخي؟ حاسبي يا بنت، ده ابوه حاجه كبيره قوي، وبعدين هو واد جدع وراجل وصاحب صاحبه. عشان خاطر اخوك يا حبيبي عايزك تجهز لنا لقمه حلوه الليله على ما اروح اجيب واجي. ربنا يخليك لينا يا اختي. ماشي. هي المشرحه ناقصه قطله. مبطلتيش عياط، عينيكي يا اختي عينيكي. مش قادره يما، مش قادره، نار في صدر يما. مش عارفه ليه كنت حاسه انه مش هيرجع لي تاني بعد السفريه السودا دي. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. ده قضاء يا بنتي، هو في حد بيهرب من قضاء؟ النبي صبري، صبرها يا رب. يا ريتني ما اتخانقت معايا يما، يا ريتني ما زعلتك يا حفظي. ما تهوى زعلان مني يما، ما تهوى زعلان مني. لا تفعلي بقى يا بنت، حرام عليكي نفسك يا شيخة. هو سمير ابني وتهوى هو السبب. عادي استني على نفوخه لغاية ما خليت سافر معايا يما. لا حول الله، لا حول الله. هما كانوا مسافرين ليه؟ ها؟ مسافرين ليه؟ صباح يا باشا، انتوا ما عدتوش ليه الليله؟ ده الليله الصوان كان مليان على اخره، المصر كلها كانت هناك. هو مش واجب برضه ولا ايه؟ واجب ايه بس يا عم هريدي؟ ايش عشعت معاك ولا ايه؟ ده لو شافوا اي حد مننا يديله طلتين يرقاده. يا غلع ما تقولش كده عيب. حاج العقاد برضه راجل يعرف الاصول. بيعرف ايه يا اخويا في الاصول؟ انت جرالك ايه يا هريدي؟ انت نسيت اللي عملوا فينا ولا ايه؟ واحنا يعني سكتنا له يا ورده؟ الله، هو احنا اللي عملناه فيه ده كان شويه يعني؟ هريدي بيتكلم مظبوط يا مدام ورده، احنا ما نعرفش بكره فيه ايه. وبعدين انا طول عمري اقول ان عدو الغد صديق اليوم، والعكس صحيح. كلامك حكم يا سماك دي، والمثل بيقول اللي ما تحتاجش وشه النهارده بكره تحتاج لقفاه. يا عم احنا هنقضيها امثال ولا ايه؟ بلا وش وبلا قفاه. فكك بقى من الناس دي وخلونا في حالنا. بصراحه بقى انا ناري لسه ما بردتش مني. اعملي الواجب وكل واحد يروح لحاله. حتى الواد اللي اسمه حفظي ده طول عمره ما بينزلش من زور، بيبص لي كل بصه والتانيه. يا اخويا مش مراعي ابدا ان متجوز بنت العقاد. ان جيت للحق يا ورده، حفظي ده اهوى من الواد اللي اسمه سمير. شفت عمل ايه مع بنت مدني؟
بس الحق يعني الحق العقاد طلع رجولة في الموضوع ده. اهو ده بقى الصراحة ثوابه هيكتب له وردة. اسم الله ثوابه هيكتب له. اما اللي عمله معايا هيكتب له فين؟ معلش يا وردة يا اختي، اصل التعميرة طالبة حنية مع اخوكي. بقول لكم يا اخوانا ما تفكونا بقى من القصة دي، انا جايب الراجل عشان يفرفش وينبسط مش تنكدوا عليه. مجدي بيه خلاص بقى واحد مننا، اللي زعلنا يزعله واللي فرحنا يفرحه، ولا ايه؟ لا ايه، وانا من هنا ورايح مش هفوت يوم ما اشوفكوش فيه. تأنس وتشرف. لا لا ما عندكوش حق، والطبيخ اللي انا طافحه فيه الدم طول النهار ده مين اللي هياكله؟ يا فاطمه ده انت طول النهار انت وامك على لحم بطنكوا يا بنتي. انا ماليش نفسي يا ابله، اذا كانت مواجع انا خليها تاكل. ما هم كمان ما ينفعش كده، ما تكلميها يا فوزي. اكلمها اقول لها ايه يا بهيده؟ انا مش فاهمه هي عامله في نفسها كده ليه؟ الله يرحمه بقى، والله ما كان يستاهلها يا بهيده. مفيش داعي للكلام ده يا ابله. لا يا مرو، فوزيه ليها حق، هي اللي شافته منه شويه كل يوم والتاني يغضبها عند امها. عند امها. كفايه بقى، ارحموني وقدروا ان اللي مات جوزي. انتوا اصلكم ما تعرفوش انا بحبه قد ايه. معلش يا حبيبتي، ربنا يصبرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا حاج. اهلا يا حاج. الصوان خلص يا ابويا. خير، جات لنا أمم تعزي الحمد لله. أمم العلاء فين يا فتحي؟ مشي، كان عايز ياخدك معاه بس الحاج قال له خليها تبات مع بط. أمال ميسة أمها فين؟ يا ابني ألوح معلش لمؤاخذة احنا تعبانين وقاموا ماشيين. قاموا ماشيين. تعبانين؟ تعبانين من إيه؟ دي فضلت نايمة طول الليل، ده أنا صحيت ولبست ونزلت وبرضه كانت نايمة. يا اخويا كنا قاعدين زي ما يكونوا قاعدين على جمره نار، وحماتك دي كل شويه تبص في الساعه. ازاي بقى؟ ده الراجل عبد المنعم بيه فضل قاعد لغايه الفوقها ما خلصوا. مش يلا بينا احنا يا سعاد؟ روح انت يا محسن، انا هبات معاهم هنا النهارده. يا حبيبتي البيت هيساعد مين ولا مين بس؟ يا كلام يا ابني، اذا كنت عايز تنام البيت مليان ايه وده في اوضتين جوه فاضيين. ما انا عارف يا حاج، اصل احنا سايبين الولاد لوحدهم في البيت. لا اذا كان كده يبقى عندك حق، خلاص روحوا شوفوا ولادكم. وانت كمان يا حميد روحي مع فتح اخوك يوصلك تشوف عيالك. حاضر يابا. طيب يلا بقى عشان اوصلك والحق اروح. الله، وانت يا بنتي سايبه عيالك طول النهار لوحديهم؟ لا يابا سايبهم مع الشغاله، اتمسوا بالخير. سلام. السلام عليكم. مع الف سلام. طب يا جماعه ربنا يجعله اخر الاحزان ان شاء الله. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه يا بنتي يا سعاد. ايه بقى، ما تقوموا تعملوا لنا العشاء. حاضر يا حاج. يا اخويا ده انا ريقي نشف مع فاطمه وامها والطبيخ جوه قد كده مش عايزين ياكلوا. ازاي بقى، انا قلت كله هياكل يعني كله هياكل. حاضر. يلا. حاضر يا حاج. يلا يا فوزيه. حاضر. يلا يا نازك وراك يا هو. شكرا.